بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ونزيدوا توسعوا في أمر الوحي على أوله. ربي أراد باش يكون المقصود في عالم الإنس والجان الكبار ذكور وإناث والصغار أي سيدنا علي كرم الله وجهه. شو الإسلام كيفاش ربي أراد أن يكون له خصائص من هذا النوع. ما تقوليش تربي صغيرك وانت مسلمة تربي صغيرك ما غير ما تعطيه نفحات إسلامية إيمانية روحية طيبة اللي ينبهر بها كصغير ذاك حتى هو بطن أمه اختلي أمه تقرأ القرآن قراءة صحيحة. وكل ما وصف الله ذاته العليا بوصف هي إلا صدقت وكما تقول أنت تأثرت وصغير هو في علاقة متينة بأمه كلما نفعها القرآن ورسول الإسلام عليه الصلاة والسلام كلما المنبعة تنتقل عن طريق دمها أو طريق الموصلات المخية أي العصبية فهو في بطن أمه فهو سعيد بأم حملته حلالا واعتنت به في نومها ما تكونش من النوع اللي عنده أرق وعنده قلق ما فماش فماش قلق احنا عندنا الإسلام قلقنا في دقيقة نتغلب عليه خذ نقوله اللهم إنا نستعين بك أعلمت احنا من النوع تجنب تقولوا بلغتكم أنتم مدلي يعني ما نقصنا شيء من خير ربي وقتلي حتى قال في آخر نزول القرآن ربي قال أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا احنا دائما ما خرجناش من تبعيتنا لله سبحانه وتعالى عن طريق حبه الأول عليه الصلاة والسلام أي رسول الإسلام. واليوم الكثرة من الأمة الكاذبة ليست مسلمة يقال به نبينا عليه الصلاة والسلام ما لا يجوز يراعوا عمامة كيف الكلاب هذاكم اللي في فرنسا قتل منهم من قتل شر قتلى هذوما وقتل يتجرؤوا ربي قيض بعض المسلمين ولو ما عندهمش رتبة علمية ولا حاجة ومش مشهورين اليوم يغيروا على الإسلام ربي قدرهم باش يطبوا عليهم على حين غرة وينحروا منهم ما لا يموتوا شر ميتة يعني الشر من ميتة الخنازير والقردة والأفاعي ما تتصورش أكل جماعة هذيك كيفاش زلزلة من ورائها كل من يسعى إلى إذا نبينا عليه الصلاة والسلام لأنه ابتلي حارب رسولنا عليه الصلاة والسلام حيث لا يحق له أن يحاربه بالحقيقة هو مآل باش يقدروا كل كيان كل كائن يكون حجرة يكون جذع نخلة يكون مش يقدروه وما قالوا نعملوا العكس ذلك لأنه هذاك مش قابلين كيفاش الوحي كان لي نحن ولا دخلت في العرب وخذا أصدقوا وأحلمهم وما يقولوا بأنفسهم المريضة هذا يقولوا أي سليم هذه مش مشوهوا ما احنا حركنا موجة من محاربة الإرهاب هم الحقيقة هم كلما توقفوا النار من الحرب فاللهم الإرهابيون وحنا تحدثنا فيما مضى قلنا الإرهابيون هذوما عندهم رؤوس خامجة ملوك ورؤساء ووزراء موزرين ما يحطوهم إلا باش يعاونوهم على أشكال أخرى من حرب الإسلام خاصة يقصد فيها في أول المطاف نبينا عليه الصلاة والسلام عاد حطوا له تحت العمامة نتاعو سولو تيرمو قنبلة
أول محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء راهو ما يجيبش السلام والحب، هو صحيح، هما حطوا عكس حقيقة نبينا عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام بدخولهم في حرب لنبينا عليه الصلاة والسلام قد وقعوا في حرب مع الله، واللي ما يعجبش بالتوبة يرى العجب العجاب، لأنه اللي يمشي حرب ربي هالي كل ما حالة والسلام. ونبشركم يا كرب من النوع اللي عندنا احنا في تونس، نبشركم إذا كان ما عجلتوش بالتوبة كما قلنا لكم، أرجو للآية 70 تقريبا 70 من سورة الفرقان لو دي سير نمو، شوف هذيك فرصة غالية ما تضيعهاش، برا درسها، خذ من العلماء بعض تأويلات لك الآية الكريمة هذيك وامنع اهرب جلدك وهرب كيانك من قبل الشيطان الذي لا يرحم أبدا ولا يقول لك أني عدو لك ولا يقول أني سلبتك كل ما عندك من سمات البشرية ولا الجنة. والسلام علينا بالتمام بفضل الله.